السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إيمان من قناة عالم إيمان التنظيم والوصفات. رجعت لكم البنات اليوم فيديو جديدة، وكيف ما وعدتكم في آخر فيديو غندير معكم واحد الجولة في الصالون الجديد، وقررت كذلك أن نفتح معكم هاد لي كارطون نكتشفوه مع بعضنا. وغير الإشارة، فهاد الفيديو خدت لي يومين، يوم ديال التركيب لأن غنركبو معكم اليوم، واليوم الثاني فهو اليوم اللي وضعت فيه الصالون ديك اللمسات الأخيرة. إن شاء الله في آخر هاد الفيديو غادي تشوفوا جولة كاملة على الصالون. المهم البنات، هنايا كما كتلاحظوا هذا هو الثوب اللي خديت، اللون ديالو لون فاتح، واحد البيج فاتح. البنات اللي كيعرفوني من قبل غادي تلاحظوا بانه خليت نفس اللون ديال الصالون اللي كان عندي قبل، غير هذاك كان ديال الجلد وهذا ديال الثوب. علاش؟ لان عندي الغرفه فيها البني وفيها البيج، فقلت باش نفتحها من الاحسن نبقى في نفس هذاك اللون اللي كان عندي من قبل. ومن بعد زدت عليه غير هكا واحد التغييرات بسيطه في الاكسسوارات، فهنايا ركبته غير بوحديتي يعني انا وابني، وبقينا مدبزين معاه حتى كملناه. صراحه ملي فتحناه في الاول بان ليا شويه يعني فيه اشياء كثيره، يمكن غياخذ ديال الوقت وغياخذ ديال الخدمه بزاف، ولكن بقينا متبعين هاد التعليمات قدرنا اننا نركبوه بكل سهوله. ولكن غير نصيحه، يعني الا كنتوا تركبوا شي حاجه اللي هكا كبيره خص تكون عندكم واحد لو كالم في الدار، وما يكونوش الاطفال دايرين غاديين تجريو. فانا شخصيا نعست ولدي الصغير عاد قدرنا نركبوه على خاطرنا. بالنسبه لهاد لي فوتو يا البنات، فهما فيهم هاد لي دو كارطون الكبار، فيهم جوج ديال لي كانابي ديال الخشب، وكاين من بعد الوسايد، وكاين هادوك لي كوسان اللي كنجلسوا عليهم، وواحد هادوك الاماكن اللي كنوضعوا عليهم اليدين. يعني جا كله مفرق، كله يعني عباره عن اشياء متفرقه، وحنا خصنا نركبوا كل حاجه مع بعضها. غنخليكم غنبداو نركبوا الصالون ديالنا ونرجع لكم من بعد. هنا حيدنا كاع هادوك الكارطون، خويناهم كاملين، هادو هما الرجلين اللي غادي نوضعو في الاسفل، جبنا داك لي فيس وكاع هادوك المعدات اللي كيعطيونا مع لي فوتي. المهم ستفنا كل حاجه حطيناها حدانا وبدينا كنتبعو شويه بشويه. المهم غياخدنا تقريبا واحد الوقت يمكن ديال ساعه اللي خدا لينا، اولا ما كملش ساعه في الصراحه. بقينا هكا غاديين مستمرين كنقراو، في نفس الوقت كنلصقوا كل جهه مع في الاماكن ديالها ولا في المكان ديالها. المهم داكشي صراحه واضح بزاف، والرسومات كذلك واضحه، فيعني ما تطلبش منا واحد مجهود في التفكير، ولكن بطبيعه الحال كان واحد المجهود فيزيك، لانك خصك تركب كل حاجه ودير واحد المجهود باش تسد لي فيس وداكشي كامل. المهم بقينا مستمرين انا وولدي حتى كملنا. هذه هي المرحله تقريبا قبل الاخيره ديال الكنابي، ركبنا فيه هادوك الرجلين. من بعد غادي نوضعوه في الصالون وغنركبو ديك لاوس اللي وريتكم في الاول. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا ركبنا لاباز، يعني القاعده هاي ركبناها. دابا غادي نديرو ديك لاوس من فوق، وهي عباره عن ثوب، صراحه الثوب زوين بزاف. واللي عجبني في هاد لي فوتي اللي فيهم لاوس البنات هو انك يمكن لك تحيديها وتصبنيها وتعاودي ترجعيها، اولا تغيري لاوس تشري لون اخر، فكتبقى يعني عمليه بزاف. فهنا البنات ملي كتوضعوا هاد الغلاف كيف ما كتلاحظوا كنثبتوا هكا باليدين، وفي واحد اللصقه في الداخل اللي كتخليه يلصق مع هذاك لاباز اللي وضعنا في الاول، وكتخليه يبقى دائما مجبد وما كيتكمش، ومع الوقت يعني غادي يزيد يتطلق ويولي هكا مسرح مزيان. صافي هنايا في المرحله الاخيره غادي نعمروا الان هذوك لوسايد وهذوك لي كوسان ديال اللي كنجلسوا عليهم، غادي نبقاو مستمرين حتى نكملوهم كاملين، ومن بعد غادي ندير معكم جوله نهائيه في الصالون، فخليكم معايا حتى الاخر.
هذه هي الزربيه البنات اللي خديت، فانا طلقتها في الاول درتها هكذا في الطول، ومن بعد درتها في العرض جاتني احسن. هذا هو الشكل ديالها هكايا، فيها هاد الوريدات وهي شويه يعني ثقيقه وهكا مصوفه يعني بحال المبره دايره رطبه بزاف. وشكلها كيف ما لاحظتوا انا عجبني وجاني موالتي مع داك اللون ديال البيج اللي كاين في الثوب ديال الصالون. المهم اللي البنات اللي كان كيهمهم الامر فراهم باقين في ايكيا واللي كانوا سولوني، وكاين فيها جوج ديال لي طاي. بالنسبه لهاد اللي كتغدي فوتو البنات راني وريتهم لكم في الفيديو ديال المشتريات، فهنا دو غادي نلصقهم في الحائط وغادي نثبتهم فقط بواحد اللصاق اللي كيكون مزدوج وفيه اللصقه من فوق ومن تحت. بلا ما غنثقوا بالحائط غادي نثبت اللصاق في هاد الجوانب وغنديرهم مباشره. وهذه يعني واحد الحاجه زوينه كتخليك انك تلصقي طابلو اللي يكونوا خفاف وبلا ما تثقوا بالحائط ديالك. فهنا اختاريت واحد لي بوستير اللي شكلهم هكا زوين والوان ساخنه في نفس الوقت فاتحه شويه وكتوحي هكا بفصل الشتاء. مهم غادي ندير كل بوستير في لو كادر ومن بعد غادي نوريكم كيفاش لصقتهم فوق الحائط. هاد الوسيد اللي كانوا عندي من قبل في اللون الاخضر غادي نغيرهم بهادو اللي وريتكم في الفيديو نتاع المشتريات. وهادو اللي مخططين راني كنت قلت لكم كان فيهم واحد التخفيض كبير بزاف، كانوا كيديروا تقريبا ب 60 درهم وبقاو فقط ب 20 درهم. وصراحه التوب ديالهم زوين وهكذا غليظ ويمكن لكم تستعملوهم سواء في الصالونات او في غرف النوم. المهم شكلهم زوين بزاف صراحه والتخفيض كان صراحه يعني سافو الكو.
هنا البنات كيف ما كتلاحظوا في هذا المكان وضعت هذه الزربيه في اللون البني بحال الشكل ديال الوسادات اولا الخديات اللي عندي، ووضعت هنايا هذا لو سوبور درت فوقو هذه النبته. غير الاشاره هذاك لو سوبور راه ماشي ديال هذا لو فاز، غنوريكم من بعد ديالاش. وهنايا كيف ما كتلاحظوا الزربيه كتجي بهذا الشكل. بالنسبه للطاوله ما ركبتهاش معكم لان ما كانش قدنا الوقت وكنا عيينا في الليل، فخليناها حتى الصباح عاد ركبها زوجي، فهي كتجي بهذا الشكل عريضه كيف ما كتلاحظوا. الزربيه كذلك قلبتها من هذا المكان جات احسن وشدت لي يعني داك لو كادر اولا لو كاري اولا المستطيل عفوا ديال الصالون. بالنسبه للطاوله بحال هذيك اللي كانت عندي قديمه في الاسود، ولكن هذيك كبيره عليها يعني تقريبا الدوبل ديالها، وفيها واحد لي طاجير في الاسفل لو توضعوا فيها هكا بعض الاشياء. هنا بالنسبه للوسيد كيف ما كتلاحظوا خليت نفس الوسيد اللي كانوا عندي من قبل، وزدت فقط هادوك اللي مخططين بالاسود، وهادوك اللي في البني مصوفين بحال الزربيه كانوا عندي من قبل، راكم شفتوهم معايا شحال هادي كنت مخبياهم يعني في الصيف، عاد جبتهم من بعد ما طلقت الصالون وعاودت ركبتهم. هنا كيف ما كتلاحظوا الصالون جاب هذا الشكل، والفوخ مباشره وضعت هادوك لي طابلو اللي وريتكم. للاسف كانت الشمس في الشرفه يعني اون فاس كانت محلوله الشرفه، فما كانش كيبان، كانوا لي غوفلي، فكنتمنى انه تكون الصوره واضحه سينون شي نهار اخر نوريهم لكم يكون هكا الظلام غيبانوا احسن وغيبان لكم داك الرسومات. كيف ما لاحظتم فيهم واحد الالوان في البني وفي البيج اللي جاوني هكا مواتين مع الصالون، والصالون عجبني داك المخدات هكايا ودوك لي كوسان جاوا حقا مغايرين على داك الشكل اللي كان عندي من قبل. بالنسبه للطاوله فانا وضعت فيها هاد الاكسسوارات اللي وريتهم لكم في الفيديو السابقه ديال المشتريات. كيف ما كتلاحظوا فهي طاوله كبيره صراحه وفيها مساحه، فقلت يعني غادي نستغلها ونوضع فيها هكا بعض الاشياء. هذيك لابواط اللي كنوضع فيها ليبتون والشاي ديال الخشب، هاد لو كادر دو فوتو خديتو في اللون الذهبي اللي جا موالم مع داك الشميعه، وكذلك هادوك المخدات اللي عندي فيهم داك القليبات في اللون الذهبي وداك الخطوط، هادو كذلك وريتهم لكم. هاد لو سوبور اولا هاد لو بلاطو الدائري اللي فيه الزجاجه هذا نوري لكم من بعد كيفاش تيكون. انا وضعت واحد الوريضات وضعت هذاك لو بلاطو اللي كان عندي من قبل، هذاك البريق كذلك كان عندي من قبل. المهم دخلت هكا بعض الالوان الذهبيه صراحه جاتني زوينه. الشرفه راكم كتعرفوها كتجي حتى هي بهذا الشكل، وصراحه يعني عطاتني واحد النفس جديد يعني للصالون، ولا كيبان لي هكا مغير. بالنسبه لي غيدو فانا خليتهم كما هما كانوا عندي من قبل وفي اللون الابيض. وهنايا هذاك البوجوار ديال الشميعه، وهاد الزربيه البيضاء كذلك حطيتها، ولكن بالنسبه صراحه لهاد الزربيات راني كنحيدهم لان الاطفال تيكونوا تيجروا بعض المرات كيزلقوهم، فانا وضعتهم هكا باش نوريكم الشكل ديالهم. بعض الاحيان كنوضعهم فوق لي فوتوي، وبعض المرات كنخليهم فقط في الارض. المهم هذه واحد نظره شامله كيف ما كتلاحظوا ديال الصالون، قولي الراي ديالكم قولي كي جاكم. بالنسبه لهذيك الاضاءه اللي كاينه في الجنب فانا خليتها كانت عندي من قبل، حتى يعني بقى لها واحد المكان هكايا صغير، فجات بقات في المكان ديالها يعني ما غيرتهاش وصافي. هذه واحد نظره اخرى يعني خديتهم واحد جهه اخرى. المهم البنات انا صراحه عجبني وعجبتني هاد الالوان اللي خافته، وفي نفس الوقت يعني داك اللون الذهبي ديال الاكسسوارات جا هكا خفيف وزوين، واستغلت داك اللون الذهبي اللي كان عندي في الوسيد يعني ما كنتش مستغلاه بزاف، ولكن قلت غنشري واحد الاكسسوارات اللي ما يكونوش هكا مشارجين وفي نفس الوقت يكونوا خفاف ويعطيو هكا واحد اللمسه في نفس الوقت زوينه في نفس الوقت شتويه وراقيه كذلك. لمالا هاد السله بقات عندي كذلك غنخليها هنايا لان كانت مكانها في الصالون، كنوضع فيها هادوك الكويشات اللي كنديرو على رجلينا.
وهذوك لي سوبور اللي تحت من التلفاز خليتهم وضعت فيهم فقط هذوك لي كادر دو فوتو ديال الاطفال، واحد النباتات، واحد لي بوجوار صغار ديال الشمع. صراحه هذوك ما كنتش نصبغهم بالابيض، حتى هما غيجيو زوينين وغيبين وهكايا اللون مفاتح، لان كيف ما لاحظتوا يعني دات اكثر اللون الابيض من اللون الاسود. وهنايا غادي نوريكم هذاك لو سوبور اللي قلت لكم في الاول وضع فوق منه النبته، فهو في الاصل ديال هاد البلاطو الدائري، وانا صراحه ما جانيش هكا زوين، ما عجبنيش بزاف يكون هكا واقف، فوضعت هاد الصحن وضعته مباشره فوق الطاوله، وهذاك لو سوبور وضعت فيه هذاك النبته اللي شويه كبيره. المهم نتوما قولي الراي ديالكم، واش حسن نخليها هكا فوق الطاوله اولا نخليه مباشره هكا يعني في الاسفل؟ المهم قولي نتوما في التعليق الراي ديالكم. كتكون البنات هذه هي الفيديو نتاع اليوم، وهذه هي الجوله اللي درت معكم اليوم في الصالون. كنتمنى ان هذا التغيير يكون نال الاعجاب ديالكم، وكذلك خديتوا منه افكار ولو بسيطه. صراحه انا شخصيا عطاني واحد النفس جديد للبيت، وعطاني واحد الطاقه ايجابيه. يعني بعض الاحيان واخا نديرو غير تغيير صغير فهو كيبان في البيت. المهم كنخليكم على خير، وتنقول لكم الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده وموضوع جديد، وتنقول لكم الى اللقاء.